رحنا بداية مجزرة جديدة تضاف إلى مجازر الاحتلال في قطاع غزة وفي المنطقة الوسطى. بالأمس استقبلت تستشهد الأقصى العديد من الإصابات والعديد من الشهداء، ما أدى إلى اكتظاظ الأقسام أكثر من مكتظة من قبل. يعني لدينا قسم الطوارئ كما ترون ما يزيد عن 40 إصابة، عن 40 حالة دخول فقط في هذه الصالة، حالات دخول لا يجد لهم مكان داخل الأقسام، لا يجد لهم أسرة لا حتى داخل الطوارئ. لو مررنا على طوارئ الأقسام سنجد الحالات ملومة على الأرض، لا يوجد لها أسرة، لا يوجد لها عناية كافية، نعاني من نقص شديد جدا داخل قسم الطوارئ الشهداء الأقسام. حذر الأطباء في مستشفى رفح من كارثة صحية وشيكة مع نقص الوقود وعدم كفاية الإمدادات الطبية وعمل قسم الكلى بثلاثة أضعاف طاقته. الموت يحاصر الغزيين ويتربص بهم من كل جانب، ومن لم يمت بالقصف مات أو يكاد بتداعياته. 80 يوما من القصف المتواصل على المساكن والمشافي والمرافق الصحية كانت كفيلة بتدمير شبه كامل للنظام الصحي المتداعي أصلا في القطاع المحاصر. آلاف المرضى ممن يعانون أمراضا مزمنة، مرضى الكلى على وجه التحديد، يواجهون خطر موت لم يعد الهاجس الوحيد بالنسبة لهم. كل يوم بنجرب الماكينة وخايف أموت قبل ما أشوف أنت. هنا في أحد الأقسام المخصصة لغسيل الكلى يرقد طفل مريض بانتظار علاجه. طلعنا الجيش من الشمال وجيت أنا وعيالي حرمتي وبنتي، وخشينا من عند من المخصوم الجيش، فتفاجأت الجماعة جايبين الولد هذا، الجيش ماخذ أبوه، وبدور أهله تعرفت عليه أخذته أنا الولد. لكن تلقي العلاج ليس بالأمر المتاح في ظل نقص المواد الطبية الضرورية وتقليص جلسات الغسيل الخاصة بالمرضى بفعل اكتظاظهم في المستشفى. أطباء مستشفى رفح يحذرون من كارثة صحية وشيكة مع نقص الوقود، ويؤكدون أن قسم الكلى يعمل بثلاثة أضعاف طاقته. الوضع في مستشفى أبو يوسف النجار لا يختلف كثيرا. يعني حنا 17 سرير لغسيل الكلى، الآن هدول 17 يعني محددين لحوالي كانوا 120 مريض، الآن 350 مريض بنعمل نغسل عليهم لهذه 17. وطبعا للأسف زي ما انتم شايفين الماكينات أو الأجهزة تتعطل يومياً بسبب العمل المستمر. وزارة الصحة في غزة هي الأخرى تعلن عدم توفر الحقن لعلاج مرضى الكلى، وخاصة الذين يعانون من فقر الدم النازل.